اهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث من برنامج فني اجهزه الكترونيه بال الاقمار الاصطناعيه اللي بنسميها الريسيفر. في الحلقات السابقه خدنا كل ما يخص الريسيفر او اجهزه استقبال الاقمار الاصطناعيه اللي هي من اول طبق الصحن او الدش لغايه الريسيفر من جهاز الريسيفر. خدنا المنظومه كفكره عامه ليها، اتكلمنا على الطبق، اتكلمنا على العوامل اللي بتحدد الطبق ده، اتكلمنا على وحده ال LNB، اتكلمنا على ازاي بنختار الاجزاء ديت بماتيريال او جوده عاليه، اتكلمنا على مفهوم المنظومه بالكامل كشرح مكونات عامه. النهارده هنمسك حلقة جديدة من حلقتنا، هنمسك فيها ال LNB ونبدأ نتكلم على تصنيفه وعلى الأنواع بتاعته علشان نقدر نحدد كل نوع من أنواع ال LNB مواصفاته إيه. ونبدأ حلقتنا النهاردة ونبدأ نبص مع بعض. النهاردة بإذن الله هنتكلم على وحدة جدارات أجهزة استقبال الأقمار الاصطناعية اللي بنسميها الريسيفر. طبعا دي خاصة بسنة تالتة برنامج فني أجهزة إلكترونية. هفكركم بمخرجات التعلم للوحدة ديت، انك بتحدد الدوائر المكونة لمنظومة استقبال الاقمار الاصطناعية، انك بتحدد اعطال منظومة استقبال الاقمار الاصطناعية، انك بتصلح اعطال منظومة الاستقبال الاقمار الاصطناعية، انك بتقيم ادائك الخاص وبتخطط لتحسينه. طبعا دي اللي بتحدد لك المنظومة شغالة ازاي، عن طريق طبعا انت بداية دراستك من خلال الصحن او الطبق دوت. كنا قلنا في الحلقة السابقة ان لو في بينقلوا لك حدث من اي مكان في العالم، بيبثوا الحدث دوت للمحطة الفضائية او القمر الصناعي، وليكن زي النايل سات، بيبدأ النايل سات بيكبر الاشارة ويوجهها لك للطبق بتاعك، الطبق بيعكس هذه الاشارة الى وحدة منخفضة التشويه اللي بنسميها ال LNB. الوحدة دي بتخفض الإشارة ديت من تردد بالجيجا إلى تردد بالميجا علشان يقدر ينقلها من خلال الكابل المحوري دوت، ينقلها لك لجهاز الريسيفر اللي بيتعامل مع الإشارات اللي جاية ويحولها عشان تبقى تتعرض صوت وصورة على الشاشة. بعد كده نبدأ الحلقة بتاعتنا بتصنيفات وحدة ال LNB. او السؤال ممكن يجي لك، اذكر انواع وحدات ال LNB. طبعا ال LNB ديت معناها وحدة منخفضة التشويه. نبدأ الانواع بتاعتها، عندنا نوع اسمه وحدات السي باند، ونوع التاني وحدات الكيو باند، والنوع التالت وحدات اسمها وايت كيو باند، النوع الرابع وحدات ان يونيفرسال اسمها يونيفرسال LNB. تعالوا نمسك واحدة واحدة من هذه الوحدات نتكلم فيها باستفاضة. عندي اول واحدة اسمها سي باند. الوحدة دي يا مستر اكيد بتستقبل الاشارات الواردة في حزمة ايه؟ هي اسمها سي باند، يبقى بتستقبل الاشارات في حزمة السي باند. الوحدة دي يا مستر بتقيس معامل التشويه بالمعامل الحراري. الترددات اللي داخلة لوحدة السي باند ديت اللي هي من 3.5 لـ 4.2 جيجا هرتز. واحنا قلنا حبيبي هفكركم بان الوحدة ال LNB، ان مهما اختلف نوع هذه الوحدة فان الوظيفة الاساسية من وظائف ال LNB انها بتحول الاشارة المستقبلة من الجيجا هرتز الى الميجا هرتز، ودوت علشان خاطر تقدر تنقل الاشارة دي من خلال الكابل المحوري اللي بينقل الاشارة للريسيفر جوه البيت، لان الكابل ده ما ينقلش مستر الترددات اللي بالجيجا. فهنا وحدة السي باند بتحول الاشارة اللي جاية لها اللي هي بالجيجا اللي هي من 3.5 لـ 4.8 جيجا هرتز، بتحولها دي اللي داخله لها، بتحولها تتراوح الترددات الخارجة منها، يعني بتحولها ليه من 950 لـ 1450 ميجا، وده التردد ده اللي بنسميه تردد الاي اف لجهاز الاستقبال بتاعك. عشان تقدر تطلع تردد الار اف اطرح الرقم دوت من 5150. الوحدة السي باند حبايبي ممكن تركبها على وحدة وحدة السي باند، ممكن مش شرط انها تتركب على الفيديو هورن الفيد هورن، لا ممكن تتركب هذه الوحدة بدون الفيد هورن، الفيد هورن اللي هو بوك التغذية، وده شكل الوحدة السي باند. نتنقل بعد كده للوحدة اللي بعديها لوحدة كيو باند. وحدة الكيو باند يا مستر بتستقبل الإشارات طبعا في حزمة الترددات اللي هي الكيو باند.
الوحدة الكيو باند يا مستر التردد الداخلة ليها، هتقول له يا مستر ريمون ده كده اللي داخلة ليها لازم تكون بالجيجا واللي طالعة منها بالميجا. تمام يا شباب، الترددات الداخلة الوحدة ديت 10.95 ل 11.7 او 70% جيجا هرتز، اللي طالع منها ايه بالميجا. يبقى الترددات الخارجة منها يا مستر من 950 الى 1700 ميجا هرتز، وده اللي بنسميه تردد الاي اف. تملي تردد الاي اف هو التردد الخارج من وحده ال ان بي. طب الار اف هيتحسب ازاي؟ هتضيف المره دي 10000 على هذا الرقم. بعد كده يا مستر معامل التشويش، او انا اسف معامل الشوشره، بيتراوح ما بين 1/10 ل 6/10 ديسيبل، وديسيبل دوت بنسميها معامل التكبير. بعد كده الوحدة ديت يجب تركيب هذه الوحدة على الفيت هورن. الوحدة اللي قبليها كان ما بتتركبش على الفيت هورن، لكن هنا الوحدة دي لازم تتركب على الفيت هورن اللي هو بوك التغذية. ده منظر هذه الوحدة. النوع الثالث من وحدات ال LNB اللي هو وايت كيو باند. وحدة وايت الكيو باند بيطلق عليها كلمة وحدات ال LNB عريضة المدى. واضح جدا من كلمة وايت اكنه بيتكلم على عريضة المدى من النوع ال LNB، يبقى اسمها وحدات ال LNB عريضة المدى. الوحدة دي بتساب الاشارات اللي جاية لها من حزمة الكيو باند، يعني زيها زي الكيو باند. الترددات اللي داخل الوحدة ديت من 10.70% لغاية 12.75% جيجا هرتز، دي الترددات اللي داخل. يبقى الترددات الخارجة بالميجا مستر، يبقى فعلا الترددات الخارجة منها برضو من 950 ل 2150 ميجا هرتز، ومدام خارجة يبقى ده تردد الاي اف. طب نحسب الار اف ازاي مستر؟ هضيف 10750 للرقم التردد اللي قبليه. طيب معامل التشويه هنا ايه يا مستر؟ بيختلف معامل الشوشرة في الوايت كيو باند، لانه بيتراوح من 6/10 ل 9/10 ديسيبل، دي وحدة الوايت كيو باند. بعد كده مستر دي شكل وحدة الوايت كيو باند. وحدات اليونيفرسال، يونيفرسال ال ان بي، بيقول يا مستر الوحدة دي بتكون بتحويل التردد اللي هو 9.75% و 10.6 جيجا هرتز عشان يزودوا وضعية تشغيل. ما هو وضعية تشغيل؟ عندي وضعين، الحزم المنخفضة والحزم المرتفعة. الحزم المنخفضة يوصل بيها اللي هي 10.70% ل 11.70% جيجا هرتز، اما الحزمة المرتفعة فهي 11.70 ل 12.75% جيجا هرتز. يبقى دي وحدات اليونيفرسال. بكده يبقى احنا خدنا الاربع وحدات بتاع التصنيف ال LNB، السي باند، الكيو باند، الوايت كيو باند، ثم اليونيفرسال ال LNB، وده شكلها. بعد كده اشكال اللواقط المستعملة. اشكال اللواقط، اول حاجة عندي الطراز احادي المخرج. بص يا حبيبي عشان تفهموا معنى الجزء اللي هنشرحه، الاشكال ال LNB بتختلف من شكل التاني. بمعنى احنا عارفين شكل ال LNB من اول بوك التغذية، المخارج بتاعته ممكن تكون مخرج، ممكن تكون مخرجين، ممكن تكون اربع مخارج، ممكن تكون ثمان مخارج، فبتختلف الانواع من حيث عدد المخارج، وبيتسمى على الطراز على حسب هو ليه كام مخرج. المخرج ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكابل المحوري هيركب ليه كام بنز او كام وصلة في ال LNB. فمن هنا عندي اول نوع اللي هو الطراز احادي المخرج، وزي ما هو واضح في الصورة بتاعتنا ان هو ليه مخرج واحد، يبقى اول نوع من انواع اشكال اللواقط اللي هو احادي المخرج. نمرة 2، طبعا ده بيستخدم في الانظمة الثابتة والمتحركة. طيب نمرة 2 يا مستر، عندي طراز ثنائي اللاقط احادي المخرج. ثنائي اللاقط لو لاحظنا فيه من فوق 2 بوق تغذية، لكن المخرج عندي مخرج واحد اللي هو يعتبر احادي المخرج، يعني هيركب فيه كابل واحد بس اللي هينزل من وحدة ال LNB. طيب تمام، ده بيستخدم فيها مستر؟ قالك يستخدم في الانظمة الثابتة عشان مشاهدة امرين، ما هو كل LNB او كل بوك تغذية بالمجموعة بتاعته بيستقبل امر، فهنا في ثنائي اللاقط بس الاحادي المخرج، يعني بيستقبل امرين وبيطلع لكابل واحد، يبقى يستخدم في الانظمه الثابته لمشاهده قمرين. طيب النوع الثالث،
قالك الطراز ثنائي المخرج، وزي موجود في الصورة فعلا كابلين هيركبوا فيه، فبالتالي يستخدم في الأنظمة برضو الثابتة بس المركزية. يبقى ده النوع الثالث من أشكال اللواقط. عندي مثل بعديها الطراز رباعي المخرج، نبص مع بعض هنلاقي ان هو اربع مخارج طلع من ال LNB. طب ده بيستخدم في ايه؟ اللي بيستخدم في الأنظمة الثابتة المركزية. طيب عندي بعد كده الطراز ثماني المخرج، لو عدينا عدد الأطراف اللي خارجة منه هنلاقيها 8. طب ده بيستخدم في ايه؟ قالك بيستخدم في الأنظمة الثابتة والمتحركة. مش ملاحظين حاجة؟ لاحظنا ان اشكال اللواقط بتبدأ عندي من واحد أحادي المخرج، ثم ثنائي اللاقط أحادي المخرج، ونبدأ نضاعف بعد كده رباعي الثنائي وبعدين رباعي وبعدين ثماني. يعني ان انت لو عايز تفتكرها أحادي أحادي ثم ثنائي ثم رباعي ثم ثماني، وده اللي بيحدد كم هناخد من الوحدة ال LNB، كم كابل هننزل بيه. لو هو أحادي المخرج يبقى احنا هننزل بكابل محوري واحد، لو ثنائي المخرج يبقى كابلين. يبقى بنقدر من شكل ال LNB نشوف المخارج بتاعته ونعرف ان ده بيغذي او المخارج بتاعته احادي او ثنائي او رباعي او ثماني. يبقى ده كان اشكال لواقط ال LNB. بعد كده يا حبايبي نتكلم على اليه المضخم ذو الضجيج المنخفض. بيقول يا مستر ان الاليه بتاعته بيقوم بمزج تردد الانشاره المستقبله اللي هي 4.11 جيجا هرتز مع تردد ثابت. التردد الثابت دوت اللي هو تردد المذبذب المحلي، وبالتالي تنخفض تردد الاشاره المستقبله من 950 ل 1450 ميجا. ده يوصل بيها الحزمه السي باند، ولو هي من الحزمه كيو باند يبقى من 950 ل 1750 ميجا هرتز. يعني المضخم دوت بيعمل عمليه مزج ما بين الاشاره المستقبله والمذبذب المحلي عشان يقدر يعمل عمليه خفض الاشارات، بدل ما هي بالجيجا ينزلها للميجا. طب ليه يا مستر؟ قلنا ان هو بيكون بمعالجه الاشاره عشان خاطر الكابل المحوري يقدر يشيل الاشاره، ما بيقدرش يشيل غير الاشاره اللي بالميجا هرتز بس. قال ان المضخم القديم كان بيحتوي على 3 مراحل للتضخيم، اما الحديث فيحتوي على مرحلتين فقط. بيعتمد على تصميم على ترانزستور اسمه التأثير الحلقي، اللي بيتألف من 1 شبكة ملائمة الدخل. من اسمها شبكة ملائمة الدخل، أكيد هتعمل ملائمة للدخل، تقوم بالموائمة أو الملائمة ما بين ممنع الدخل المكبر وممنع الدخل الترانزستور اللي هو الجاسفات. طيب اللي بيتألف ايه من التانية مستر؟ قالك شبكة ملائمة الخارج، وبرضو من اسمها وظيفتها اكيد هتعمل ملائمه ما بين ممنعه خارجه هيت. ملائمه الدخل كان بتعمل ملائمه ما بين دخل المكبر، اما دي ما بين خارج الترانزستور وممنعه المكبر، ملائمه الخارج. نمره 3 مستر ترانزستور هو الجاس اف اي تي او بننطقها جاس فيت على طول. طيب بعد كده النقطه الرابعه هنتكلم عن دائره التغذيه ومن اسمها وظيفتها. دائره التغذيه اكيد بتوفر الجهود للترانزستور الحركي ده، ويكون الجهود في يعني في حدود الخارج بتاعته موجب في حدود 5 فولت بالموجب، والخارج السالب في حدود سالب 3 فولت. طيب هنا بيديك شكل وحدة المعالجة المركزية بتاعت وحدة ال LNB، وهنا بتيجي أسئلة كتيرة فيها. لازم يا حبايبي نكون عارفين تكوين وحدة المعالجة المركزية بتاعت ال LNB، بتتكون من مجموعة من الأقسام وهندرس كل قسم فيها باستفاضة، فأنت لازم تكون عارف الشكل العام بيها. وبنجيبها في التقييمات التحريري، لأن احنا بنجيب لك الصورة ديت وبنقول لك اكتب البيانات على الأرقام، فأنت لازم تكون عارف الشكل العام لوحدة المعالجة المركزية الموجودة في داخل وحدة ال LNB. بتبقى حافظ أماكن القطعة ديت. يعني لو قلتلك المعالج تشاور لي عليه، يعني لو جبت لك وحدة ال LNB وفكتها لك وطلعت لك منها وحدة المعالجة بتاعتها، تكون حافظ أماكن الأيسات بتاعتها أو أماكن المعالج فين إلى آخره فين. تعالى أوريك تعرفها إزاي. هنا الصورة اللي قدامنا متقسمة للنقاط من 1 لغاية 5. نمرة 1 اللي هو يقصد بيها الجزئية اللي في النص ديت، واللي هي خاصة بالمجس بتاع الهوائي، ده اللي هو الجزئية اللي في النص ديت. أما الاي سي دوت هو مش اي سي، ده يقصد بيه المعالج.
تمام. يبقى نمرة واحد دي يا حبايبي هي المجس الايه الهوائي. اما نمرة اتنين الجزئية ديت اللي عامل زي الاي سي ديت هي البروسيسور او المعالج. نمرة تلاتة مستر الاي سي ديت هو منظم جهود التغذية، منظم جهود التغذية. طيب نمرة اربعة يا مستر عندي القطعة الصغيرة ديت عبارة عن ترانزستور، الجزء الصغير خالص ده هو الترانزستور ده وظيفته انه بيكبر القطبية الرأسية، ومدام في ترانزستور بيكبر القطبية الرأسية لو هو ترانزستور مكبر القطبية الرأسية يبقى اكيد في ايه بالظبط مكبر القطبية الأفقية، يبقى ده الترانزستور بتاع مكبر القطبية الأفقية. يبقى انا لو جبت لك مثلا في تقييم تحريري شكل وحدة المعالجة الإشارة في الـ LNB تقدر اللي انت تحدد لي كل جزئية فيها ان كان مجس الهوائي او المعالج او منظم جهد التغذية او الترانزستور اللي بيكبر القطبية الرأسية او ترانزستور بيكبر القطبية الأفقية. طب انا عايز اسأل سؤال في الحتة ديت للطلبة اللي متابعين الشرح من الحلقات السابقة، فاكرين قصة القطبية الرأسية والقطبية الأفقية؟ لو انا سألت الطلبة المتفوقين هو اني وحدة في LNB اللي بتستقبل لي القطبية القنوات ذات القطبية او الترددات ذات الاستقطاب الرأسي والترددات ذات الاستقطاب الأفقي؟ برافو عليكم. واحدة يقول يا مستر المجسين اللي هو المجس اللي هو عبارة عن مواصل نحاسي طوله 2 سنتي بيكون في اخر ال 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 وحدة ال LNB عبارة عن مجس افقي ومجس رأسي بيكونوا متعمدين. المجس الافقي مصر خاص بالتقاط الترددات ذات الاستقطاب الافقي، والمجس الرأسي ده خاص بال انه يستقبل الترددات الخاصة بالاستقطاب الرأسي. ومن هنا في مكبر ياخد الاشارة اللي ذات الاستقطاب الرأسي يكبرها اللي بنقول عليه ترانزستور مكبر الاستقطاب الرأسي، وبرضو بالنسبة للاستقطاب الافقي يبقى المجسين هما اللي بيستقبلوا النوع الاستقطاب ان كان رأسي او افقي وبيوصلهم للترانزسترات اللي بتكبر الاستقطاب الرأسي وبتكبر الاستقطاب الافقي. نيجي مع بعض بأكد المعلومة بتاعتي انك لازم يكون الشكل اللي قدامك ده شكل يطبع في ذهنك اللي هي البيانات على هذه الوحدة، تكون عارف اماكن وعارف شكل جزء كل مكون من مكونات هذه الوحدة. بعد كده بنقول مفاتيح تجميع اشارات اللواقط اللي هو الدايزك. مفاتيح تجميع اشارات اللواقط مستر في انواع كتيرة من المفاتيح على حسب انت هتشغل ايه بالظبط. اول نوع من انواع مفاتيح انا اسف نبدا نشرحها، مفاتيح تجميع اشارات اللواقط الدايزك بيقول لك نظرا لثبات الاطباق وتعدد الاقمار يقوم بتجميع اشارات ال LNB ونقلها من خلال الكابل المحوري الكابل اللي نازل من فوق السطح الى جهاز الريسيفر اللي هو جوه البيت، مما يتيح للمستخدم استخدام الريموت للتنقل بين الاقمار لمشاهده قنواتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مركب اكتر من LNB، يعني الصورة اللي قدامنا دي توضح الجزئية اللي هنقولها. بصوا معي هنا حبيبي، انا دلوقتي عندي اكتر من LNB الطبق محطوط وفي مثلا مسطرة فيها اكتر من وحدة LNB. طيب انا عايز اجمع من وحدات LNB دي كلها وانزلها ان كان لكابل او كابلين او على حسب عدد الريسيفر الموجود تحت، فمن هنا دي اللواقط بتاعتي او دي المفتاح بتاعتي او الدايزك. الدايزك بيقدر يجمع اكتر من LNB، كل LNB بيستقبل قمر، يعني النايل سات انا حاطط LNB يستقبل القمر نايل سات وخلافه، فبالتالي بجمع من اكتر من LNB و بجمعهم مع بعض وبينزل ان كان نازل على كابل محوري واحد او اكتر من كابل. وهنا دي وظيفة المفاتيح تجميع الاشارات اللي عندي، بيقول لك ان الطبق ثابت بس انت عايز تجمع اكتر من اشارة قمر، وبالتالي بتجيب الدايزك او مفاتيح تجميع اشارات اللواقط وبيجمع لك ال LNB المتوصل فوق كذا LNB وبيوصله عن طريق كابل محوري. يبقى انت وانت قاعد من غير ما تحرك الطبق ناحية كل قمر بتقدر عن طريق الريموت اللي انت تشغل قنوات خاصة باكتر من قمر من خلال الدايزك دوت. ودي شكل الدايزك اهوت بالمنظر اللي قدامنا دوت. طيب بعد كده بيقول يا مستر استعمالات وحدات الدايزك. قال استعمالات وحدات الدايزك يا مستر
ملخصنا في الجدول ده. الجدول بيقول لي يا مستر هنا النوع وهنا الاستخدام. عندي ست انواع من الدايزك، كل نوع من السته ليه استخدام. عندي مثلا اول دايزك اللي هو واحد، ده بيستعمل للتنقل بين اربع مصادر للاشاره اللي هو الدايزك واحد. اما النوع الثاني اللي هو دايزك واحد واحد من عشر، في هنا خطأ في الكتابة، المفروض دي من 16 8، دي المفروض 8. هنا بيتنقل يا مستر ما بين 8 مصادر للإشارة، ده اللي هو الدايزك 1 1 من 10. طيب النوع الثالث من الدايزك قال لك الموديل بتاعه 1 و2 من 10، ده بيتنقل ما بين كام؟ 16 مصدر للإشارة. لاحظ حاجة، لاحظ ان انت بتضاعف المصادر، يعني واحد بيتنقل ما بين اربع مصادر ضعيفها، يبقى 8 مصادر ضعيفها، يبقى 16 مصدر. طيب بعد كده الدايزك اللي هو الاثنين، النوع بتاعه 2، قالك يستعمل بشكل ثنائي مع النوع 1. طب لو الدايزك من النوع 2 1 من 10، قالك يستعمل مع النوع 1 1 من 10. طب الدايزك من النوع 2 2 من 10، قالك يستعمل بشكل ثنائي مع النوع كام؟ 1 و2 من 10. دي استعمالات انواع الدايزكات ديت، يعني 1 1 من 10، 1 و2 من 10، 2 2 1، 2 و2، باستخدامات لو انت عايز بترتبها 4 8 16 1 1 1، وثم بتزود 1 يبقى 1 1، ثم بتزود 1 يبقى 1 و2 لو انت نوع فهمت وعايز ان انت ذهنك يعلم الجدول في ذهنك. عندنا مستر المفاتيح متعددة المخارج. مفاتيح متعددة المخارج قال لي تستخدم عندما نريد استخدام طبق واحد لأكثر من ريسيفر، من أكثر من جهاز استقبال، اسمها مفاتيح متعددة المخارج. يعني حضرتك عندك طبق فوق السطح عايز توصله للريسيفر في الصالة، وبرضو نفس الطبق عايز تاخد منه للريسيفر مثلا في أوضة النوم، يبقى هنا انت حضرتك عايز مفاتيح متعددة المخارج. ايه قصة مفاتيح متعددة المخارج؟ قال لك المفاتيح دي ليها انواع، انواع المفاتيح. عندي مفاتيح، وانا اسم مفتاح ميكانيكي من اسمه، يعني مش متوصل بكهرباء، وبالتالي المفتاح ده رخيص الثمن وما بيحتاجش طاقة للتشغيل، وبيتم التحكم بالمفتاح عن طريق الكابل المحوري القادم من جهد الاستقبال، تمام؟ هو عن طريق الجهد اللي هو اللي جاي من طريق الكابل المحوري، اسمه مفتاح ميكانيكي، ده ما بيحتاجش كهرباء لتشغيله، تمام؟ المفتاح التاني اسمه مفتاح الجهد الخارجي، ومن اسمه يبقى بيستعمل الجهد اللي جاي من الريسيفر للبحث عن الطلبات المطلوبة، وبيتم التحكم بالمفتاح عن طريق الجهد الخارجي. يبقى ده تاني نوع من أنواع المفتاح، أو نوع مفتاح ميكانيكي، تاني نوع مفتاح الجهد الخارجي. تالت نوع من أنواع المفاتيح هو المفتاح الصلب. والمفتاح الصلب يا حبيبي بيقرأ التغيرات الجهد اللي جاي من الريسيفر وبيحول الإشارة إلى ال NB. دي أنواع المفاتيح، عندي ميكانيكي ها، وعندي الجهد الخارجي، وعندي المفتاح الصلب، وعندي مفتاح المفاتيح اسمها المفاتيح المتعاقبة، تستخدم في المباني الكبيرة جدا. يعني إيه الجزئية دي؟ بص يا حبيبي، المفاتيح المتعاقبة لو أنا مثلا بنقل إشارة من الطبق لمبنى رقم واحد، طب أنا لو عايز أنقل الإشارة ديت مش هركب طبق في مبنى رقم اتنين، بس عايز أنقل إشارة من مبنى رقم واحد لمبنى رقم اتنين، الطبق أو الطبق محطوط في المبنى الأول، هنا عن طريق المفاتيح المتعاقبة دي أقدر إن أنا أتنقل ما بين مبنى لمبنى عن طريق المفتاح دوت، من غير يعني الطبق متثبت في مكان، اقدر انقل اشارته من خلال مجموعه من المباني، وبالتالي يبقى المفاتيح المتعاقبه دي هي اللي مناسبه معايا للمباني الكبيره جدا اللي اقدر ان انا اوزع بيها الكابل او الاشاره خلال الكابل، اوزعها لاكثر من مكان، مش لازم ان انا اخد الطبق معايا او اركب طبق تاني في مبنى تاني، فهنا بستخدم المفاتيح المتعاقبة. وهنا بيديني شكل من اشكال هذه المفاتيح زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، من اول الوحدة الـ NB وتنزل على المالتي سويتش، وتقدر تتوزع في مفاتيح مختلفة لغاية ما توصل لجهاز الريسيفر بتاعك اللي بيحول الاشارة اللي جايه له لصوت او لصورة.
في بعض الحاجات اللي عايزين ننبه عليها من خلال تعاملك مع سواء المفاتيح او الاشارة او الوحدات اللي موجودة في منظومة الريسيفر او بنسميها منظومة اجهزة الاقمار الاصطناعية. لازم انت تكون عندك فهم جيد لترتيب المنظومة ديت من اول اما فوق السطح لغاية الشاشة اللي تعرض عليها القناة اللي انت عايزها. لازم يا حبيبي يكونوا فاهمين ان الاشارة بدايتها بتيجي من الطبق اللي فوق. الطبق اللي فوق لازم يكون موجه تماما ناحية الستلايت او ناحية القمر الصناعي اللي بيبث الاشارة. قلناها قبل كده في الحلقات السابقة وبعدها. في حاجة اسمها خط نظر. يعني ايه خط نظر؟ انا ببدأ معاك الحدودة برتبها لك من اولها. خط النظر يعني ما بين عينك لعيني. اكن مثلا انت حضرتك المحطة الفضائية او القمر الصناعي وليكن النايل سات. لازم يكون في خط بصري ما بين المحطة والطبق او الصحن الدش. يعني ما ينفعش ان انا هلقط من عند حضرتك الاشارة يبقى الدش متوجه لمكان تاني. لازم يكون في خط نظر او خط بصري او شعاع غير مرئي ما بين الطبق كده اقدر ان انا استقبل اكبر كمية من الترددات اللي تتبعت من هذا القمر. فبالتالي وانا بثبت الطبق لازم يكون توجيهه مظبوط تماما من حيث تدريج زاويته ومن حيث مكانه عشان يقدر يلقط اكبر كمية من الترددات وبالتالي اكبر كمية من القنوات بصورة جيدة. طيب في طالب بيسأل مدرس قبل كده بيقول له طب ايه الفرق ما بين ان انا استعمل طبق دش وما بين ان انا استعمل انتنة؟ هنا لو انا بتخيل بالمنظر دوت انه الافضل. هدي مثال تخيلي لأكن الدنيا بتشتي. هل انا استعملت الطبق دش او استعملت انتنة؟ مين اكتر في ان يجمع لي اكبر كمية من النقاط اللي نازلة من المية من الشتاء؟ هتقول لي الطبق يا مصر لان الطبق هيجمع اكبر قطرات من المية اللي بتنزل. اما الانتنة فهي محدودة. نفس القصة. اتخيل ان ترددات القنوات جاية زي فكرة الامطار الشتاء. يبقى الطبق يقدر يجمع اكبر كمية من الاشارات. الطبق بيجمعها ثم بيعكسها على وحدة الـ LNB. الوحدة اللي قصاد الطبق. وقلنا لازم وحدة الـ LNB تكون متمركزة تماما على فوهة الطبق. ما ينفعش وحدة الـ LNB تكون واخدة زاوية من الزوايا. لازم تكون متركزة على فوهة الطبق. ليه؟ عشان الطبق في تصميمه بيعكس كل الاشارات اللي بتصطدم بيه بيعكسها على الفوهة ديت. وبالتالي اقدر ان انا اجمع اكبر كمية من الترددات اللي هي قنوات. كلمة ترددات معناها قنوات. اقدر اجمع اكبر كمية من الترددات وركزها في وحدة LNB. وحدة LNB بتستقبل الترددات ديت ثم داخليا بتعدي على بوق التغذية والمواجه الموجي ثم المجسات ثم وحدة المعالجة. كل الاحداث اللي بتجرى جوه وحدة LNB الغرض منها في الاخر ان انا اجمع اكبر عدد من القنوات ثم اخفض تردد هذه القنوات اللي جاية بالجيجا اخفضها بالميجا. ليه؟ عشان خاطر الكابل المحوري اللي نازل لغاية الرسيفر عندك تحت ما بيقدرش ان هو ينقل اشارة ترددها بالجيجا. فبتكون وحدة LNB بتحويل التردد اللي هو بالجيجا للميجا. وزي ما احنا خدنا في تصنيف وحدات LNB زي السي باند والكيو باند الى اخره بتحول التردد اللي بالجيجا للميجا. طبعا الاشارة جاية من النايل سات او من القمر الصناعي جاية في مسافات طويلة. يعني مثلا نقدر نقول ان المحطة الفضائية او القمر الصناعي بيبعد عن الارض في رينج حوالي 16,000 كيلو متر. يعني مسافة بعيدة. الاشارة ما تتنقل طبعا عن طريق موجات مايكروويف وموجة حاملة. يعني الاشارة عشان تتنقل المسافة دي الاشارة بتبقى جاية ضعيفة. فبالتالي بعد ما تنعكس من الصحن او الدش على وحدة LNB الوحدة دي بتستقبلها وتكبرها وتعمل لها عملية معالجة. يعني ايه معالجة؟ بتحول الاشارة من الجيجا الى الميجا ثم تنقلها عن طريق الكابل المحوري لجهاز الريسيفر. جهاز الريسيفر بيحول الاشارات والتردد الجاية ديت بيحولها لإشارة تماثلية. بيحولها طبعا من رقمية لتماثلية ثم من تماثلية ليعرضها على الشاشة. فاللي انا بحكيه دوت عبارة عن حدوتة اللي هي المنظومة بالكامل. فانت لازم تكون عندك معرفة ودراية بمنظومة اجهزة استقبال الاقمار الصناعية. الحدودة بتاعتها بتبدأ من اول فين وتنتهي لغاية فين.
اللي بيجرى كمان المحطة الفضائية برضو حتى لازم تفهمها، ان المحطة الفضائية او القمر زي النايل سات هو مش بيبث من نفسه الإشارة، ده هو بياخد إشارة وبيقويها ثم يوجهها الى الصحن بتاعك. ازاي يا مستر؟ قال لك مثلا ان زي مثلا انواع الاطباق، كان في الطبق المتحرك المحمول، انا اسف، الطبق المحمول، اما مثلا يبقى في حدث ما في اي مكان، مثلا هنا في ماسبيرو خدوا عربية التصوير وراحوا ينقلوا حدث ما في مكان، فبيصوروا الحدث، والتصوير ده بينتم من خلال الستلايت او القمر، انا اسف، الطبق اللي فوق عربية التلفزيون، بيتم بثها للنايل سات اللي هو المحطة الفضائية بتاعت النايل سات. تقوم المحطة الفضائية بتكبير الإشارة ثم توجيهها للطبق، وتبدأ من هنا الوحدة بتاعتك اللي هي وحدة استقبال منظومة الأقمار الصناعية. فأنت لازم يا حبايبي ان انتوا تقدروا ان انتوا تفهموا المادة عندك بتكون في ايه. طيب انت بتاخد معانا دلوقتي الجزء بتاع المعارف اللي هو المعلومة. المعلومة مش عايزينها معلومة حفظ، اللي انت سين ما هي وظيفة الطبق، او سين ما هي وظيفة وحدة الـLNB. لا يا حبايبي، انت بتاخدها معانا في المعارف ان انت بتعرف المعلومة، بس المفروض في دراستك في منهجية الجدارات جزء مهاري. بمعنى ايه جزء مهاري؟ جزء اللي انت هتطبق فيه اللي انت عرفته في مع معلم المعارف هتطبقه في الورشة مع معلم المهاري. يعني هتبدأ ان انت تشوف الطبق عملي، هتبدأ ان انت تشوف وحدة الـLNB عملي، هتبدأ تركب الوحدة بالفعل. يعني ايه يا مستر؟ يعني ان انت تجيب الطبق وتجيب الحامل وتربط المسامير بتاعته وتعلق الـLNB بتاعته وتجمع المنظومة بالكامل، وفي معاك في المهاري الريسيفر والشاشة اللي هو يا مستر يعني احنا هنجمع بالفعل او بالبلدي هنركب الدش ونشغل قنوات. يا حبيبي دي اللي بنعملها في المدارس. وحدة استقبال الأقمار الصناعية وحدة شيقة جدا. انت متخيل ان انت هتقدر ان انت تركب دش بايدك من الالف للياء؟ يعني انت تقدر بعد كده في بيتك انت اللي تركب الدش او انت اللي تعمل صيانة الدش، مش بس هتبقى زي الفني اللي هو واخدها بالملاحظة، كان معاه مهندس بيركب وفهم طريقة التركيب وابتدى يركب. لا يا باش مهندس، ده حضرتك دارس تفاصيل العملية من الألف للياء. يعني دارس ان انت الطبق بيركب ازاي والفكرة بتاعته ايه والترددات ايه وانواع وحدات الـLNBA. مش بس عامل او فني عادي، لا، ده انت تعتبر متساوي مع مهندس فاهم في التفاصيل علميا مش عمليا بس. فلك ان تتخيل ان انت في منظومة الجدارات او منهجية الجدارات احنا بنأسسك معرفي، بنديك كل المعلومات وبتنزل في الورشة بتطبق اللي انت عرفته في المعرفي عمليا مع معلم المهارات. اتخيل المنظومة كلها الاتنين مع بعض هتطلع منك ايه؟ هتبقى مهندس ناجح لو طبقت ده مع ده، هتبقى طالب عادي خالص زي اي طالب اكاديمي دخلت حفظت كلمتين وحفظتهم وسمعتهم او القيتهم، وهتطلع بلا فائدة لو انت ما خدتش بالك من النصيحة اللي مستر ريمون بيديها لك. كل ما هو معرفي خدته اما تنزل ورشتك المعلم الورشة هيكمل لك نفس المعلومة بس بطريقة عملية. ركز فيها لانك المعلومة اللي انت بتنفذها بايدك بتثبت في دماغك اكتر من المعلومة اللي انت بتسمعها في ودنك. يعني انت ما تثبت بايدك او تربط بايدك او تبرمج بايدك، ما هو برضو في جزء بتاع برمجة الريسيفر، عملتها بايدك اغلط بوظ عشان تتعلم، اغلط عشان تعرف الصح، علشان خاطر بعد الحاجات دي كلها تقدر ان انت تبقى خلاص وصلت لدرجة المحترف. درجة المحترف ان انت ما تعمل حاجة ما فيش ولا غلطة، ان انت ما يقابلك اي صعاب او مشكلة انت تقدر تحلها ما تتلبخش. لانك كتير من المهندسين قد يكون معهم بكالوريوسات، تيجي مثلا تسأله في مكان المعالج في وحدة الـLNB يقول لك ما عرفش، بس هو درس ان المعالج ده وظيفته كذا.
دارس علميا او معرفيا ان وظيفه مضخم الانتشار ذو الضجيج المخفف بيعمل كذا كذا كذا، لكن ولا شافه ولا عارف ده مكانه فين ولا ولا ولا. فهنا ده الفرق ما بينك وما بين الاكاديمي. انت مش طالب اكاديمي، انت طالب اكاديمي ومهاري بتجمع ما بين المعلومه وتطبيق المعلومه. طيب سوق العمل اللي احنا يعني تعبين نفسنا كلنا عشان خاطر سوق العمل. سوق العمل يا حبايبي بيطلب الناس المهاره، الناس اللي على درجه عاليه من المهاره مش على درجه عاليه من المعرفه، اللي بيعرفوا كتير لكن اللي بينفذوا قليلين. بمعنى انا مش عايز طالب اقول له سينيو يرص لي الاجابه تيبيكال زي دليل الطالب، لا انا عايز طالب وهو بيجاوبني حتى في الاسئله الشفويه، عايز طالب يتكلم باللغه بتاعته هو فهم ايه، مش شرط يقول لي المنطوق الاكاديمي للاجابه، قولها بطريقتك، زود او نقص، قولها بلهجتك، قولها بلهجه طالب فاهم مش طالب حافظ. صدقوني يا حبايبي دي بتفرق معانا كتير، بتفرق ما بين ان احنا نبص لك كطالب بتفهم او طالب جاي بتحفظ. حاول تحط موضوع الحفظ ده على جنب دلوقتي، حاول ان انت تبقى على درايه كامله بان المعلومه مش معلومه للحفظ، دي معلومه للفهم. اقول لك على حاجه، ما يمنعش ان انت تنزل الورشه حتى لو ما كانش في حصصك الاساسيه في الفسحه او كده، ان انت تطلب من مدرس الورشه ان معلش يا مستر انا عايز اربط طبق، عايز احط ال ان بي على الطبق، ان انت تيجي مثلا لمستر ريمون تقول له لو سمحت يا مستر انا في البيت عملت واحد اتنين تلاتة، كنت عايز احدث القنوات، انت هتاخد معايا في الوحده دي ازاي تحدث القنوات، ازاي تنزل سوفت وير للريسيفر. ان انت حبيبي تطلب مني او تطلب من مدرسك، كلنا بنحب الطلبه دي، الطلبه اللي بتسال، الطلبه اللي عندها عطش للمعلومه، اسال مد ايدك جرب. عايز يعني مش عايز اقول لك ان انت توصل يا سيدي بوظ، انا اللي بقول لك اهو بوظ عشان تتعلم. ما هو انت عشان تبقى ناجح لازم تحس في لحظه بالفشل عشان تحس يعني ايه نجاح. يا حبايبي تقدر ان انت تبقى تقدر تفتح مشروع من خلال فهمك للوحده دي، تقدر تركب دشات، تقدر ان انت تعمل مشروع ده شخص ليك. اتمنى ان انا اشوف كل واحد فيكم مش مجرد طالب جايب مجموعه 99% ولا 100%، انا نفسي طلبه تكون تعالى اعمل صلح الدش ده يصلحه، تعالى ركب دش يركبه، مش مجرد طالب قلم ورقه وكده. صدقني حب الماده، الماده هتحبك، واعرف ان كلنا كهيئه تدريس في وزاره التربيه والتعليم نفسنا نشوفك احسن طالب في العالم. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، واستودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.